أهلا بكم مشاهدينا. في هذه الدقائق نتوقف عند قرار قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات السياسية على خلفية أحداث مجلس الوزراء وتوجيه اتهامات لهم بإتلاف وحرق وممتلكات للدولة وعدد آخر من الاتهامات. هذه الاتهامات طالت العديد من الشخصيات المعروفة مثل الدكتور أيمن نور، الدكتور ممدوح حمزة، الشيخ مظهر شاهين الذي تم إخضاعه هو الآخر للتحقيق، والناشطة نوارة نجم. قبل أن نبدأ هذا الحوار وقبل أن نرحب بضيوفي، اسمحوا لي أن نتابع معكم لمدة دقائق قليلة جزء من حملة كاذبون التي يعرض أصحابها لما أطلقوا عليه انتهاكات للمجلس العسكري والتي عرضت أمام دار القضاء العالي قبل قليل. سأعود إلى هذه الحملة بعد قليل، لكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي على الهواء. أرحب بالدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد وأحد المتهمين. مفروض يعني صفة جديدة يعني. أرحب كذلك بالأستاذ ضياء الصاوي، أمين شباب حزب العمل. الأستاذ ضياء هو الآخر تم تفتيش منزله وتم التحفظ على الجهاز الحاسب الخاص به. معي اللواء حسام شاهين الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا بحضرتك. لاشين تغلطي دايما. حسام لاشين يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أولا نبدأ بدكتور أيمن نور، باعتبار أن حضرتك النهاردة عرضت على قاضي التحقيقات وتم التحقيق معك، ما علمناه هو أنه صدر قرار بمنعك من السفر وإطلاق سراحك من سراي بغير ضمان. ده صحيح. ممكن أعرف تفاصيل أكتر من حضرتك؟ يعني هي التحقيقات استمرت قرابة 3 ساعات، كانت بتدور حول سؤالي في كلام نسب إلي أو ذكر اسمي فيه في أقوال 2 من المتهمين. متهم اسمه إبراهيم كابو، وده صبي عنده 19 سنة عاطل، ضبط أو كان في شرايط فيديو بتعرض وجوده في مسرح الأحداث. هو اتقبض عليه، وأرجو أن حضرتك نتنبه جميعا للتاريخ لأن تاريخنا مهم جدا، يوم 6 يناير 2012 على خلفية طبعا مجلس الوزراء. الشخص ده قال ايه في التحقيقات؟ هو الراجل ما قالش ان انا حرضته، وما قالش ان هو سمعني بحرض حد. هو قال ان هو سمع ان انا حرضت شخص اخر اسمه عبد الناصر الجفلي او حاجة بالمعنى ده. الشخص ده هو كمان قال ان هو ما يعرفوش، يعني هو ما يعرفنيش وما يعرفش عبد الناصر. طب وما سمع الكلام ده ازاي؟ سمع شائعات، سمع معلومات ان بتقول ان لكن انا ما سمعش هو بشكل شخصي، كان حاضر اللقاء اللي بين حضرتك. لم يقل هذا يعني. نعم. يعني هو قال كلاما كثيرا الحقيقه يعني مملى عليه من جهات او الله اعلم. لكن ما قالش ان هو لا شافني ولا ان حرضته ولا ان هو شاف مباشره او سمع باذنه انا بحرض حد. جهة التحقيق مشكورة استدعت عبد الناصر ده وحققت معاه، وفي التحقيق سألته عن صحة هذه المعلومات، فأكد الرجل أنه لا يعرفني ولم يراني ولم أحرضه ولم يلتقي بي، وقال لك أنا بشوفه في المليونيات في وسط زحمة كتير حوالي ناس كتير، فبيتعذر أن أنا أتصل بيه بشكل شخصي، فلم يحدث اتصال بيني. وحضرتك ما تعرفش هذا الشخص على الإطلاق؟ لا أعرف ده ولا أعرف ده الحقيقة يعني. يعني لا أعرف الشاب الصغير ولا الآخر ده. هي دي توم. لكن الاخطر بقى ان الحقيقه اندهشت جدا لما تاكدت من السيد المستشار الذي كان يباشر التحقيق، وهو رجل في غايه الاحترام وكان في غايه الامانه كقاضي، يعني فنيه التحقيق كقاضي كان رجل ملتزم جدا بدوره كقاضي، وبكل معنى الكلمه كان قاضيا محترم. فانا سالته وهو اجابني، قلت له تاريخ القبض على الولد اللي اسمه ابراهيم كابو. فبص في الأوراق وقال لي تاريخ القبض عليهم 6 يناير. فسألت هو ده بداية ذكر اسمي في التحقيقات دي كلها يوم 6 يناير؟ قال أيوة، ذكر اسمك عند ده وعند واحد تاني اللي هو عبد الناصر ده. عبد الناصر ده يوم أظن 8 تحقيقاته وقبض عليهم 8. أنا قدمت السيد المستشار المحترم الذي كان يجري التحقيق ما يثبت ان هذا الكلام منشور في احد الصحف اليومية او في عديد من الصحف اليومية يوم 19 ديسمبر.
قبل اكتر من شهر من تقريبا 20 اه قبل 3 اسابيع تقريبا، فمنسوبا لمصدر عسكري مسؤول. فانا الحقيقه سالت ودونت هذا التحقيق، انا عايز اعرف هل كان طلع هذا المصدر على الغيب، هل عنده قدره على خرق الحجب والمستقبل، لانه عرف يوم 19 ديسمبر ان في واحد هيجي في يوم من الايام. يعني هل كانت الاتهام او الاتهامات الموجهه لحضرتك كلها مبنيه فقط على شهاده هذا الشاهد بالنص؟ ايه التهم تحديدا اللي تم توجيهها لحضرتك؟ اثناء مواجهته بالفيديو انهار واعترف وقال ان ايمن نور هو الذي يحرض على هذه الاحداث. يعني التهم الموجهه لحضرتك هي التحريض؟ لا، ده انا عندي التحريض، عندي التحريض على الاعتداء على ضباط الجيش، تحريض على الاعتداء على ضباط الشرطه، تحريض على الاعتداء على الممتلكات العامه والمباني الحكومية. لا، والأخطر بقى في تهمة لطيفة جدا كان نفسي أقوله، أنا نفسي أعترف بدي. أنا في بداية التحقيقات برضو عشان إقرار الحقيقة، أنا اعترفت في بداية التحقيقات أني مسؤول عن كل كلامي، وأنا بعترف أني حرضت على ثورة 25 يناير أو من بين من حرضوا على 25 يناير. قلت أنا مستعد أخد أي عقوبة في التهمة دي لأني حرضت وأنا معترف. لكن مجلس الوزراء لا، مش صحيح. المهم حضرتك، الأهم من التهم الطريفة الترويج، لا، إيهام المواطنين باستمرار الفساد. دي تهمة موجهة لحضرتك بشكل أنا رسمي؟ أنا بأوهم المواطنين اللي يعيني مش واخدين بالهم. دي تهمة موجهة لحضرتك، نص تهمة في قرار الاتهام الموجهة لحضرتك؟ إيهام المواطنين باستمرار الفساد. والاستمرار حاجة تانية يعني أكثر يعني أنكت من الفساد، مش فاكرها والله. كان الفساد، فأنا ضحكت ما سمعتش الجملة، بقيت الجملة كان وإهام المواطنين باستمرار حاجة تانية غالبا الاستبداد مثلا، ما أعرفش حاجة كده يعني. فأنا كان نفسي أقوله بس افصل لي التهمة دي وأنا مستعد أعترف بيها، إهام المواطنين يعني. لأن الحقيقة يعني أنا عايز أسأل سؤال، هو الناس مش شايفة، الناس مش حاسة، الناس مش عايشة، فحضرتك بتتكلم على بلد تانية، الناس أن هناك فساد مستمر. وبعدين هو إيه الدليل يا أستاذة منى؟ وأنا عايز يعني أسأل فين الدليل؟ يعني هل هو الدليل أن في واحد قال، وأنا برضو عشان يعني أنهي كل كلامي والتزم الصمت بعد هذا، انا سالت اذا كان الدليل هو ان في شخص قال يعني صبي عنده 19 سنه او حتى عنده 90 سنه بيقول كلام مرسل، ايه الدليل؟ واذا كان اي حد بيجي اسمه، ايوه بس هو حضرتك لم تدن، حضرتك تم التحقيق معاك بناء على اعتراف جاء من السفر. ده يحمل معنى. انا شخصيا بقول اني اثق في هذا القاضي وفي كل القضاء. لكن هل منع من السفر قرار احترازي عادي لأي مواطن ممكن يكون قيد التحقيق في أي تهمة حتى لو هو يعني هو دعيني أقول لك إن كان لازم يكون في ضرورات لهذا، أنا بعتقد أنها غير متوفرة، ولهذا أنا سأتظلم للقاضي نفسه الذي المستشار وجدي، سأتظلم له شخصيا من هذا القرار ربما بعد أيام قليلة، لأني بعتقد أن ما فيش مقتضيات لهذا القرار. بالمناسبة أنا ما بسافرش أصلا، وانا يعني تقريبا مقطع السفر بره وما عنديش اي سفريات بره، ومن يوم ما يعني انهيت ما انا كنت ممنوع من السفر لسه رجع لي حقي في السفر ده من كام شهر، تقريبا ما سافرتش فيهم غير سفريتين للبنان. بس لا اكثر ولا اقل. ست اللي هو عارف ست اللي هو متابع عمل حزب طبعا عملنا حزب غد عملنا حزب غد لبنان، وده جزء من امتداد الحركه الليبراليه اللي احنا بنسعى، وان شاء الله يا رب قريبا هنسمعوا عن حزب الليبرالي في ليبيا. مش هيبقى اسمه الغد، لان اسم الغد كان استخدمه القذافي، فبقى عندهم عقده من حزب الغد او من كلمه الغد يعني، ان كان بيستخدمها في بعض المطبوعات. فانتوا بتحاولوا ان انتوا تمدوا هذا التيار الليبرالي على امتداد، هنمتد وفي تونس بناسس حاجه، وفي المغرب عندنا امتداد، وفي الاردن مجرد كده تنظيم عالمي. دي تهمه ثانيه دي والله ممكن يا منى، دي تهمه سته بقى. على اي حال، بس في نهايه كلامي عايز اقول لحضرتك، انا الحقيقه يعني متالم جدا ان احنا لسه بندور في نفس هذه العجله المفرغه، لسه بنضيع وقت قضاتنا، لسه بنضيع وقت جهات التحقيق. انا كان صعبان علي القاضي النهارده وهو بيضيع 3-4 ساعات معايا، بينما ده موضوع انا هتوقف مع حضرتك كل دقيقه معايا عنه اكثر من مناسبه. ساتعرف كذلك على تفاصيل ما حدث مع ضياء الصاوي، بالطبع سنستمع الى مداخله وراي اللواء حسام لاشين ضيفنا الخبير الاستراتيجي والامني، لكن اسمحوا لي حضراتكم ونحن نتابع هذا الموضوع ان نتابع معه بالتوازي بعض الفعاليات التي تجري الان. قبل قليل شهدت منطقة أمام دار القضاء العالي وقفة احتجاجية تزامنت مع عرض ينظمه نشطاء بعنوان كاذبون يفضح ما أطلقوا عليه من وجهة نظرهم انتهاكات للمجلس العسكري. كاميرا الجزيرة مباشر كانت هناك وسجلت لنا هذه اللقطات نشاهد.
الشهر شايفين جدا. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم الخط الاحمر، احنا الشعب الخط الاحمر. السلام عليكم، انا فاطمه دواب صحفيه، وانا دخلت الصور دي وشاهده على يوم البطاريه مع حاجه معينه هنا. دي صوره لينا بعد ما اتصلنا عليهم، دي عربيه النجله اللي جبناها بعد ما اتصلنا حوالي يوم. ده المقدم للبيت، وادي المستشارين قاعدين، دول الناس المصريين اللي زينا وزيهم كانوا ماشيين وشافونا واحنا بنستنجد بيهم. احنا هنا واقفين عملنا طلاق مش عارفين نعمل ايه. مجموعه المستشارين المصريين، احنا فجاه كنا قاعدين وحاجه على المشرفات كانت كبيره جدا جدا سهله، ووراها حوالي 7-8 افراد. فين اللي ضربوني؟ فين اللي ضربوني؟ مين اللي ضربك يا باشمهندس؟ قال لك ده واحد من المستشارين، ده مأمور اسم الأسبكية، ده لنا برضه، ده المقدم، ده واحنا قاعدين بنتكلم. فجأة بصينا للست عندها في حدود 40 سنة، انتوا بطلية، انتوا موقفين الطريق، مين اللي ضرب ده؟ طبعا كان شارب، يعني مش قادر يقف أساسا، ممشي على أعلى يعني خلاص يعني. بصينا لقيناه قال ايه؟ ده في واحد من المستشارين رفع عليها مطوة. قلت له رفع عليك ايه؟ قال لي مطوه. قلت له انت لو قلت لي رفع في وشك ده بابا صدقني مطوه. لما المستشار معهوش ميري، انا اللي هيكون معايا ميري. وجيت لقيت واحد منهم توجه. إذن كان هذا جانبا من الوقفة الاحتجاجية التي جرت وقائعها قبل قليل ولا تزال مستمرة أمام دار القضاء العالي. أعود إلى ضيوفي على الهواء مباشرة وإلى الموضوع الذي نناقشه في هذه الأمسية، وهو الموضوع الخاص بتوجيه التهمات لشخصيات عامة بحرق المجمع العلمي، من بينها الدكتور أيمن نور الذي اتهم بالتحريض مع عدة تهمات أخرى تحدث عنها قبل قليل، والذي استدعى أمام قاضي التحقيقات صباح اليوم ثم أخلي سبيله بدون ضمانات وتم منعه من السفر. ضيفي الأستاذ ضياء الصاوي، أمين شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية. حضرتك تم توجيه أو تم تفتيش منزلك والتحفظ على جهازك الإلكتروني أو على الكمبيوتر الخاص بك، هل ده له علاقة برضو بتوجيه التهم في مثل هذه القضية ولا مسألة؟ يعني في الحقيقة إن هو يوم الأحد، يعني أول امبارح في حدود الساعة 4 أنا كنتش متواجد في المنزل، دهمت قوة كبيرة من الأمن المنزل، أغلبهم لابسين زي الملكي دول اللي دخلوا يعني الشقة، سألوا عليا وما كنتش موجود، ادعوا إن هم معاهم اذن ضبط معاهم طلب ضبط واحضار زائد اذن بالتفتيش. ادعوا يعني هم ما مروش الاذن ده لحد، رفضوا يعني طلب منهم اكتر من مره، سواء من والدتي او بعد كده ابن عمي، رفضوا ده. دخلوا قلبوا الشقه راسا على عقب، وخدوا بعض السيديهات وبعض الاوراق، انا حتى الان لسه ما اعرفش هي ايه اللي خدوه بالظبط لما قلبوا الشقه كلها. بعد كده نزلوا احنا العقار كله، اغلبنا قرايب يعني كلنا قرايب، نزلوا شقه اللي تحت شقه عمي، اقتحموها برضو. يعني حتى لو كان في اذن تفتيش فاعتقد ان هم اكيد معهمش اذن تفتيش لكل البيت، قلبوا الشقه كلها برضو بحثاً عني. وبعد كده الشقه اللي تحتها شقه عمتي عملوا فيها نفس ما حدث. تحت العقار في محل يعني يتبع لينا يعني، بس مش تحت ادارتي يعني، هو يعني ملكنا العائله بالظبط. بالظبط. قاموا كسر بالكسر القفل بتاعه، طلبوا المفتاح، فالمفتاح فعلا مش معاهم في البيت، لاني فكسروا القفل ودخلوا قلبوا ما في داخل المحل. بعد كده صعدوا مره تانية جابوا الجهاز الشخصي اللابتوب، هم في الحقيقه ما خدوهوش يعني، وفي الاخر ما نجحوش في ده، بس هم كانوا ناويين ياخدوه، بس قعدوا يقلبوا فيه وطلبوا من ابن عمي ان هو يرتدي ملابسه ان هو هيجي معانا لو انا ما حضرتش في خلال ساعه من لحظتها. يعني حاله في البيت طبعا اصابهم حاله من الفزع من ده، وبداوا طبعا يرفضوا في الاخر يعني في كل الاحوال. الناس مش صوره ده يحصل بعد الثوره يعني، حتى لو اذا كان في فعلا طيب يعني الكلام ده تم قبل يومين مش كده؟ يوم الاحد. يوم الاحد هل تم توجيه لحضرتك اي قرار، اي استدعاء، طلبت للتحقيق، في عرفت ان في تهمه معينه؟ لم يحدث. موجهه يعني يوميها بالليل توجه المحامين الى قسم شرطه الحدائق، لان كان واضح ان القوه دي كان في ناس معاهم من القسم الحدائق، بعض ابناء الحي عرفوا ان دول من القسم، فالاسم عامل فعلا محضر انتقال، ولكن قال انه ملوش صفه ولا ليه علاقه، هو كان نازل كنوع من التامين لقوى
المفروض انها جايه من المديريه وضابط معاهم رئاسه ضابط اسمه محمد ناصف. هل عندهم اي علم بالتهمه اللي مفيش؟ ورفضوا حتى المحامين يطلعوا على المحضر وموريهم بس ان في محضر هو والله واحنا مالناش دعوه وبيتبرأوا ان هو في الاخر يا جماعه حتى القفل القوه اللي جت دي كسرته احنا الاسم مالناش دعوه احنا اشترينا قفل وده حدث يعني في الحقيقه اشترينا قفل على حسابنا بعد كده علشان نقفل لكم بيه المحل وكده وبتاع فيعني كتر خير وبيدعوا ان اكيد ده بلغ كيدي ده اكيد حاجه مش عارف ايه يعني لكن حتى هذه اللحظه انت لا تعرف حتى هذه اللحظه التهمه التي تم اقتحام بيتك والبحث عنك وتفتيش أبداً. منزلك بسببها ابدا يعني احنا قدمنا بلاغ طب انت ما رحتش حاول تسلم نفسك عشان تعرف ايه الموضوع احنا قدمنا بلاغ للنائب العام وسالنا في المديريه على هذا الضابط اللي قالوا غير موجود ويعني والمحامين بقى لهم يومين بيتابعوا في ده ان وفق اي اوراق رسميه ما في قوه توجهت اصلا يعني غير المحضر الموجود في الاسم ان في قوه توجهت لمنزل للمنزل العنوان ده ولا انا اصلا مطلوب ولا في ضبط واحضار ولا في اي حاجه اصلا حتى هذه اللحظه ده لغز مش معروف ايه سببه يعني سيد لواء حسام لاشين هل حضرتك شايف ان بعض الوقائع اللي تحدث عنها ضيوفي سواء طريقه الاتهام اللي وجه بها دكتور ايمن نور او ما حدث مع ضياء هو امر طبيعي ومفهوم بالنسبه لحضرتك على الاقل؟ لا هو في الواقع بالنسبه لما وجه للدكتور ايمن نور وبعض الناس اللي هي توجه لها اتهامات متعلقه بتحريض الناس وعلى التعدي على قوات الجيش والشرطه واضح ان الكلام كان مع متهمين تم ضبطهم بعد تصويرهم طبعا من خلال احداث عملوها وقاموا بيها واثناء استجوابهم الناس دي قالت فلان عمل كذا وفلان قال لي كذا وفلان كان يجب طبعا طب منطق طبيعي ان انا اجيب فلان اساله واواجهه واقول له فلان قال عليك كذا زي ما الدكتور ايمن بيقول بالظبط يعني مسألة ما فيهاش نعم لكن الدكتور أيمن مثلا رصد مفارقة إن كان في حديث نشر في الصحافة منسوب لمصدر عسكري بإن الدكتور أيمن نور عمل كذا وكذا وقام هو له الحق طبعا في أن يدافع عن نفسه ويدافع عن وجهة نظره وكفل له هذا الحق هل حضرتك شايف أي أبعاد سياسية يعني استدعاء شخصيات زي الدكتور أيمن نور زي الدكتور ممدوح حمزة هو أنت دارت وجهت سؤال الدكتور أيمن نور أنت شايف أن في أي أبعاد سياسية في هذا الذي وجه إليك أنا شايف أن مفيش اسمحني اقول بعض الصبية اللي تم ضبطهم وبعض الاشخاص اللي قاموا بالحرق والاتلاف والضرب و و و لما تم ضبطهم والتعرف عليهم من خلال الكاميرات اللي كانت موجوده وصورتهم ابتدوا يتكلموا ده فلان ادانا فلوس ده فلان عمل لنا ده فلان قال لنا فبيقفل لكل شخص يعني حضرتك شايف ان هذا اجراء قانوني لا علاقه له باي ابعاد سياسيه أفضل. حتى لو ان اللي بدا في الصوره ان اللي تم توجيه الاتهامات اليهم معظمهم نقدر نقول عليهم نشطاء وقاده راي فيما يتعلق بالاحداث هو نفسه بيقول على واد اسمه كبو طب وكبو ده يعرف ايمن نور منين ويعرف موضوع حمزه منين هو ده السؤال ما هو يعني أنا موافق ساعتها انا موافق ساعتها لو جدا ان اي شخص يرد اسمه في تحقيقات ينبغي التحقيق معه وتأكده يجب أن يسأل ولا أنا ولا سعادة اللواء ولا أي حد في القانون صحيح لكن أنا الحقيقة برضو عايز أقول ملحوظة أنا عدتها في التحقيقات اليوم أن في بعض التحقيقات زي التحقيقات في قضية مبابة أحدث مبابة تهم فيها أحد البلطجية وهذا الشخص قال أنه تم تحريضه أو تكليفه بهذه المهام من السيدة سوزان مبارك قال كده فعلا؟ قال كده في التحقيقات وانا عندي صوت تحقيقات ومعايا رقم حياته وسلمتها عايز اسأل سؤال لماذا لم تسأل سوزان مبارك وتمنع كمان من السفر على غرار ما حدث معي انا بس بطلب يعني انا مش ضد استدعائي وبالمناسبة مش ضد حبسي وانا كنت رايح النهاردة بشنطتي ومضى بشنطة ممتازة عايز اقولك لم اشتري شيء لان عندي كل شيء من السجون السابقة يعني عندي ملابس بيضاء وعندي ملابس زرقاء الحاجة الوحيدة اللي مش عندي الملابس الحمراء اللي بتاعت الإعدام فأنا الحقيقة كانت شنطتي جاهزة لا مش مستعجل إن شاء الله شكلنا رايحين على الحمراء فأنا عايز أقول لحضرتك أنا رايح بالبيضاء والزرقاء وبالكل حاجة بكل تجهيزات السجن وقلت المحقق في البداية لو قضي بكفالة أنا ما بدفعش كفالات لأن أنا مش متهم وما عنديش أدفع جنيه كفالة لأني في النهاية أنا مؤمن أنا مش متهم أنا جاي أقول اللي عندي وده حق النيابة وحق العدالة بس انا الحقيقه بقول لازم يكون هذا الحق على الجميع صحيح احنا مبالغين في ضباط عذبوا ابنائنا في مبنى الري في مجلس الشعب في واقعه مجلس الوزراء لماذا لم يحقق معهم انا شخصيا عامل بلاغ في بلاغ الكاذب ضد السيد المشير باعتبار بصفته مش بشخصه
باعتبار المجلس الاعلى للقوات المسلحه ارتكب وقت بلاغ كاذب في حقي، وسلمت النهارده النيابه صوره استنادا من هذا البلاغ الواقع اللي تم توجيه الاتهام عليها، هي اللي اتقالت يوم 19 كانت كاذبه. هي النهارده بقت صادقه، بس هم مش واخدين بالهم ان هي اتقالت بعد 6 يناير. الحقيقه النقطه اللي ذكرتها دي هي تكررت اكثر من مره، وانا حابه استمع لراي سياده اللواء يمكن يكون لدي تفسير يعني اوسع ليها، ان ظاهره ظهور الشهود بشكل ده يمكن تكررت في قضيه علاء عبد الفتاح، في قضيه هل اتهم الدكتور ايمن شاهد؟ لا انا اللي بسال حضرتك عنه، ان في كثير من الاحيان يتم توجيه اتهامات بتبدو في طبيعتها يعني الاول وهله لو اي حد شافها دي اتهام سياسي، ثم يظهر شاهد ويعني بيكون غير معروف في الغالب وبيقول انه شاهد. ده البعض بيفسر المساله تفسير سياسي وبيقول ان هؤلاء الشهداء زي ما قال الدكتور ايمن نور قد الشهود قد يكون هذه الاقوال مملاه عليهم. هل حضرتك يعني شايف ان هذا التفسير ممكن يستند الى شيء؟ انا بتكلم من وجهه النظر القانونيه او وجهه النظر الشرطيه، هو ده في بلاغ قدم في اسم قصر النيل ضد بعض الشخصيات والرموز بان الناس دي كان لها دور في ما حدث في احداث مجلس الوزراء، وعملوا من احد المحامين اظن انت عارفه اسمه هو حضرتك، بس زي الواقع دي مش خاصه بيا انا يعني السيده زينب. انا من المتهمين الاخرين هو الدكتور مظهر و ونوارة وكذا يعني طارق خولي يعني دول حضرتك متهمين من وكيل وزارة الشباب والرياضة في طنطا اللي هي جنب ميدان التحرير على طول، فهو شاف وهو في طنطا في ميدان التحرير عملية تحريض بتتم، اتهم فيها نوارة والخولي ومظهر شاهين ودكتور مظهر شاهين. بص يا دكتور ايمن، بس المسألة مش وبالمناسبة حضرتك هو ده اللي اتهم علاء عبد الفتاح، مش الشاهد علاء عبد الفتاح هو نفسه. وربما يطلع بعد كده نكتشف انه كان الشاهد في قضية اغتيال السادات. ما علينا حضرتك. لا ما هي مش مساله مش محتاجه تهكم بقدر ما لا مش تهكم والله حاجه محتاجه حقيقه، محتاجه تعقل ومحتاجه ان انا افكر إيه ليه حصل ده، او ليه الناس قالت فلان او علان او ترتان، ليه اشمعنى قال ده؟ ما هو انتوا في 100 ناشط وفي 100 واحد، لا هو اشمعنى ليه المواطن الصالح ده هو الوحيد اللي بيشوف حاجه في مصر؟ يعني هو مش السؤال اشمعنى قال اشمعنى ده، هو ده الوحيد اللي بيشوف في مصر؟ يعني ده اللي شاف علاء فتاح في ماسبيرو، هو ده اللي شاف نوارة، هو ده اللي شاف قدم البلاغ ده محامي على فكره، مش اللي انت بتقول عليه ده، لا وكيل وزاره. طيب يعني هو على كل الاحوال البلاغ المقدم في اسم الصينيه ده من المحامي. طيب على كل الاحوال بصرف النظر عن شخصيه عن الشخص كشخص انا بتكلم عن سياق اصبح دلوقتي موجود، البعض بيتشكك فيه بيتهكم عليه زي ما عمل الدكتور ايمن نور، لان المنطق بيقول ان اذا قام شخص زي الدكتور ايمن نور شخص معروف يعرفه عدد لا باس به من الناس بقام بالتحريض في مكان عام، فان الطبيعي ان مش هيكون في شاهد واحد، قد يكون هناك مثلا عشرات الشهود. طيب فان يظهر شاهد واحد في الغالب ويتم بناء قضيه على اساس شهادته. طيب ده شاهد ما شافش حاجه. بس حضرتك هو الموضوع بالنسبه للدكتور ايمن هو لم ينتهي حتى الان، ممكن جدا قضاء التحقيق يطلب بعض التحريات ويطلب استدعاء شهود اخرين. يعني خليني اكلم حضرتك بصراحه اكتر، البعض بيقرا في هذه المساله نوع من انواع الارهاب لشخصيات سياسيه مقصود بها توقيت معين، احنا بنستبق دلوقتي احداث 25 يناير، هناك تخوفات من تجدد احداث جديده، تجدد احتجاجات، فالبعض قرا المساله من زاويه سياسيه وليست جنائيه، ان المقصود بها هي ارهاب هؤلاء الاشخاص او ارهاب اي شخص ممكن ان هو تسول له نفس الاحتجاج مره اخرى. يعمل ايه طيب؟ هو ده بعمل ايه؟ يعني دكتور ايمن ايه الاحتجاج؟ ايه اللي في وجهه نظرك يعني هم بيعملوه ارهاب عشان هو بيحتج وبيتكلم؟ مش محتاجش. مين قال ده؟ طول عمره من ساعه ما الناس عرفته هو راجل بيعارض وبيحتج. يعني مش القصه مش كده، لا لا لا، لازم بظروفها وبما حدث فيها بالظبط. راجل بيتحقق معاه اتهم فلان، بنجيب فلان نساله ونواجهه اذا كان في معلومات او في شهود او، فالقصه لم تنتهي حتى. هل ده بينطبق على الجميع؟ اي حد بيجي اسمه في اي طبعا الواقع شهود او، فالقصه لم تنتهي حتى. هل ده بينطبق على الجميع؟ اي حد بيجي اسمه في اي طبعا الواقع الاشار اليها مثلا هو دكتور ايمن نور، الواقع الاشار اليها دكتور ايمن نور وتوجيه اتهام لشخصيات معينه وتحدث عن عبعينها على عوته وهي اتهام هو يعلمها. انا الحقيقه ما عنديش فكره الواقع الاشار، انما هو اتحمل. هجيب لحضرتك رقم القضيه الحقيقه، انما في احداث انا بتكلم هو ده الشغل، هو ده القانون. النهارده انا بتهم منى، بتيجي منى نسالها زي ما هو ده نفسه سمعته، يعني هو تم اقتحام منزله ومهمته وتفتيشه ولم يجد اصل الاتهام لغايه هذه اللحظه. هذا الرجل لا يعرف هو اتهم بايه، مش عارف حد الناس دخلت فيه. بص هو طبعا الاخ ضياء كان يجب الناس اللي موجوده في البيت تطلع اولا، كان اذن عام بتفتيش المسكن
او بقبض عليه او باستدعاءه او طبعا بقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها كده. رفضوا ده مفيش. التعامل الكلام ده كان زمان يا اخ ضياء. لا والكلام بيحدث الان. لا لا الكلام بيحدث الان. ما لا يسمح بيه بقى دلوقتي انت. وده كان حقيقي يا فندم. هم عملوا فعلا وفقا للقانون كان لابد من الاطلاع على اذن النيابه الخاص بتفتيش المسكن ويسالوا ما دليل ان هو ما حدش خد منه حاجه وما حدش قبض. لا طبعا تم السلاح على بعض اوراق سديهات من داخل المنزل. تم قلب المنزل ثلاث شقق. تم قلب محتوياتها حتى على الاقل. والعبس بمحتوياتها على الاقل كان ينبغي معرفه مين هو فلان اللي راح لك الشقه. طب مين اللي دخل يعني اسم مين اللي خبط يعني اسم الشرطه نفسه فيه اسم ضابط. اسم هذا الضابط غير موجود يعني اسم الشرطه ما انكرش ان هو كان من ضمن قوه التامين. يا اخي ده النهارده يعني الواحد استنى بس دي واحده يعني لما بتقابل واحد في الشارع بيقول لك وريني مش بتقول له انت مين وريني انت بطاقتك وريني مش كده دخل واحد جاي للبيت طبعا اسمح لي اسمح لي يا استاذ ضياء يعني دلوقتي في طرف لديه القوه في قوه داخله ومسلحه ومجموعه كبيره دخلوا على ناس عزل في بيتهم ست والدته لا بص يا مدام منى الكلام ده كان متصور قبل قيام الثوره. النهارده الناس كل واحد عارف حقه والشرطه نفسها لكن فرق الحدث والشرطه عرفت حدودها في التعامل مع الناس. هو ده الجانب الايجابي اقول لحضرتك الجانب الايجابي يعني ان هم لم يستطيعوا اعتقال ابن عمك اخذوا قرهينه حتى ادي لان عارف حدوده وحدود تصرفاته مع اذن بتفتيش بيخش يفتش ولكن انا بتكلم على اصل المشكله مع اذن بيخش يضبط مع اذن بالمواجهه او بالسؤال او بيسال بس. طب انا سؤالي لحضرتك هل تشعر يعني حضرتك زي ما يشعر البعض ان هناك نوع من انواع الارتباك مثلا في هذه المسائل في ادارتها في اداره توجيه الاتهامات مثلا بطريقه معينه حضرتك نفيت انها تكون مرتبه لكن هل سعنا في ذلك انها تبكه في الارتباك في ايه شايف الراجل قاعد في وسطينا ايه الارتباك بقى حصل مسكت بشخص يعني هو القاضي اطلق صراحه النهارده مره من السفر بنتكلم في موضوع كائن بقى هو طب هو مكان هو ممنوع من السفر بيقول ايه بقى دلوقتي بيقول انا راجل قاضي في منتهى الذوق والادب التعامل معايا بمنتهى الانسانيه و مفيش اي خروج القانونيه الانسانيه والقانونيه صحيح ما فيش خروج خالص والقانون انساني يعني والقانون بطبيعته انساني يبقى على لسان الراجل طيب على لسان حضرتك برضو دكتور ايمن حكتبت يوم 18 ديسمبر يعني قبل اليوم اللي نشرت فيه الوقائع اللي أيوة. حضرتك تحدثت عنها كتبت على تويتر ان بعض ضباط القوات المسلحه اجبروا احد الاشخاص المحبوسين بالاعتراف بان ايمن نور هو من حرضه على ذلك فالسؤال المنطقي اللي علينا نوجهه لحضرتك هل حضرتك كنت بتقرا الغيب عشان تعرف ان ثاني يوم يوم 19 بنفس المنطق لا. هيتم اتهامك من قبل مصدر عسكري على الشخص وبعدين يوم 1/6 يوم 19 النشر يوم 18 الفعل ما هو الجرايد اما بتكتب حاجه يوم او يحدث يحدث انا حضرتك انك تعرف دايما 18 السنة ليا ان في اثنين من موظفي مجلس الشعب قدمت اسميهم وبطاقاتهم النهارده النيابه عشان هم جايين يشهدوا هيشهدوا ان كان في ضابط اسمه حسام الدين مصطفى كان موجود في طرقه من طرقات مبنى الراي في مجلس الشعب كان يقوم بضرب مجموعه من الصبيه والشباب اللي كان مقبوض عليهم وبيقول لهم تروحوا بكره تقولوا ان اللي حرضكم على التظاهر كده ايمن نور واللي دفع لكم فلوس نجيب ساويرس ده بالنص اتصل بيا فلان الفلاني بس مش عايز اقول اسامي لكن انا قلتها وطلب شهادتهم ده موظف كبير في مجلس الشعب وقال لي انا سامع دلوقتي حالا قدامي في طرقه طري حتى كانت يعني ريحه الطرقه فظيعه لانه لكن محجوزين بقالهم يومين في هذا المكان الضابط بيقول لهم كذا 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 كويس طب تفتكر حضرتك ليه يعني ليه استهداف حضرتك بشكل شخصي حضرتك ذكرت اسم حضرتك ذكرت اسم المهندس نجيب ساويرس يعني لماذا ليه اشمعنى الضابط هل في خصومه مثلا بينه وبين حضرتك انا عايز بس اقول لك على حاجه هو انا الحقيقه يبدو ان في مشكله مدام منى ان كلام الدكتور ايمن منقول من فلان قال لي كذا يعني هو ما شافش حاجه وما سمعش حاجه وقد يكون الضابط ده ما قالش حاجه يعني هو شاهد قد يكون هناك شاهد لنا النهارده قعد في النيابه هذا المتهم الشاهد ده نفسه شاف حاجه راجل بيقول لك انا سمعت ان ايمن نور مول فلان فجابوا فلان قال لهم او حرض فلان فجابوا فلان قال لا ده يعني كان ده يا دكتور ايمن كان في شهاده مش حقيقيه انا رحت الحاجه دي النهارده عشان مش عارف طيب اسم منطقتك ما شافش تاني ما حصلش ده في مصلحتك انت بدل ما يبقى كلام مرسل عنك وده يقول وده يقول لما يحقق انتظر الحقيقه سفر حاجه مكلفه فهو الحقيقه ده في مصلحتي الشخصيه يعني مصلحتي اعتقد الاقتصاديه اعتقد ان ده اجراء وقتي لصالح على كل الاحوال على كل الاحوال حضرتك انا شخصيا هتظلم للقاضي نفسه الذي اتخذ هذا القرار وانا بحترم اداؤه القانوني فانا هتظلم له هو شخصيا من هذا القرار في اقرب وقت رغم اني مش مسافر يعني قبل الوصول لمرحله قرار المنع من السفر حضرتك كنت في تصريحات معانا هنا مع قناه الجزيره مباشر اتهمت جهات امنيه انها هي التي قامت تلفيق هذه القضايا السؤال المنطقي لماذا تلفق الجهات الامنيه قضايا لايمن نور هو
وحضرتك السؤال ده يوجهني انا ولا موجه يعني لأي حد؟ ليه حضرتك عندك هذا الكلام ده يوجه لاي حد في مصر الا انا حضرتك، لان السؤال ده عشان يوجهني انا يوجه مرات عديده جدا، وانا بس عايز اقول لهم حاجه يعني بعض الاسباب العديده اللي ممكن تكون تستند اليها مفترض انها تفشل. يا استاذه منى انا بس عايز اثبت حقيقه رائعه، لو خدوا بالهم منها ممكن تحلوا مشكله اللي هي بتاعت مازن ايمن دي. جاب مصر 85 مليون، انتوا مش لاقيين غيري يعني؟ هم كل ما اتزنقوا في تلفيقه يحطوا اسمي في كل قضيه في كل مناسبه. ده انا يا سعاده اللواء وانت رجل شرطه قدير، تصور حضرتك ان انا الشخص الوحيد في الكون اللي عملت واقعتين اجراميتين في يوم واحد، اللي هو يوم الانتخابات الرئاسيه، كنت انا فاضي يوم الانتخابات الرئاسيه، ضربت مواطن شريف كان رايح يصوت لحسني مبارك بعصايه فاصبته في ايده اليمين رغم التقرير الطبي طلع ان هي في ايده الشمال، مش دي القضيه. وفي نفس اللحظه الساعه 12 يوم 7/2005 الساعه 12 محضر تاني معمول في اسم تاني خالص، اسم الجمالية دي في الشعرية والتانية في اسم الجمالية. ان انا اديت رشوة انتخابية لبعض الناخبين عشان ينتخبوني. المضحك في ده بس حقيقة برضو مش دي النكتة. النكتة ان اللي محرر المحضرين ضابط اسمه ايمن ابو طالب. كان موجود في المكان. واحد. كان موجود في مكانين عمل محضرين. طيب برضو حضرتك بتتحدث عن عهد من المفترض انه أيوة. مضى. أيوة. ودلوقتي يعني في الوقت ده يمكن كان ايمن مضى مرشح. مضى يعني. ده العمر اللي مضى. مضى ايه؟ ده مضى وبصم وختم. ده احنا في ذات العهد. نحن نعيش في ظل مبارك. مبارك ممدد في كفرير وظله ممدد على مصر كلها. هو انا حاجة يعني مع احترامي يعني كلام السيد اللواء ان ده اجراء قانوني ومستعد كل يوم اروح نيابه، بس الحقيقه انا ما عدتش مستعد لهذا التلفيق. بقول لهم يا جماعه مصر 85 مليون شوفوا حد غيري، انا زهقت فعلا زهقت. استاذ ضياء يعني حضرتك لست فقط بطل الواقعه اللي انت رويتها لنا، انت احد القياديين في حزب العمل وفي حركه كفايه. هل بالفعل انت بتستشعر كناشط سياسي ان هناك مبرر، يعني قد يكون هناك مبرر منطقي، يعني هؤلاء الاشخاص اللي تم توجيه الكلام ليهم، دكتور ايمن نور قال ان هو ما كانش موجود ساعه احداث مجلس الوزراء، لكن بعض الاسماء اللي تم توجيه الاتهامات اليها هي شخصيات بتكون حاضره في معظم الاحتجاجات وفي معظم التظاهرات. هل ليس هناك منطق في استدعاء هذه الشخصيات والاستماع الى اقوالها وتوجيه بعض الاتهامات اليها على الاقل والتحقيق في ذلك؟ يعني طبعا هو بس يعني نقطه بس كنت عاوز اقولها ردا على سياده اللواء في الاول، ان يعني فعليا والدكتور ايمن قالها يعني ان فعليا احنا ما زلنا في نفس العهد. يعني الثوره استطعنا اسقاط راس النظام ولكن لم يسقط النظام بعد، من اول وزاره الداخليه لحد المجلس العسكري نفسه هو مجلس مبارك وهو امتداد لنفس النظام، ونفس الاساليب بتستخدم هي اخذ بعض الافراد كرهينه عشان يقبضوا على الشخص اللي عاوزينه، اقتحام المنازل بدون اذن وانتهاك حرمتها واخذ بعض الاشياء. يعني دلوقتي الحاجات اللي تاخدي دي تعتبر سرقه علنيه، يعني ان في الاخر حتى ما فيش محضر ولا تم مصادره بعض الحاجات. فاحنا ما زلنا يعني بنفس الاجواء وبنفس بنفس ده. حتى اداره المجلس العسكري للمرحله الانتقاليه، كمل بس حضرتك، اداره المجلس العسكري للمرحله الانتقاليه هي تدار بنفس طريقه مبارك، يعني الكذب المتكرر واستهداف النشطاء واعتقالهم، يعني ناقص بس نبتدي ينزل يضرب حتى المظاهرات طبيعي، يعني ده حدث انه بيضرب المظاهرات والاعتقال. يعني برضو نفس النقطه، يعني حضرتك بتقول ان الناس بتقدم للمحاكمه، انا حتى الان ما شفتش يعني الناس اللي ما شفتش ولا شرطي واحد ولا عسكري واحد مجند تم تقديم المحاكمه، في حين ان الصور والمشاهد والفيديوهات بتؤكد اللي كانوا واقفين فوق مجلس الشعب عدد منهم كانوا امن مركزي. ما شفتش اختنا البنت اللي تم الاعتداء عليها في الشارع. ضياء الى رد سياده اللواء وبعدين ارجع لك في النقطه اللي هكمل بس دي اختنا اللي تم يعني ضربها وتعريتها في الشارع حتى الان، وده يعني كان واضحه بالصوت والصوره ان هؤلاء شرطه وعناصر، حتى الان لم نرى ان هؤلاء تم تقديمهم. لا ما كانش تم تقديمهم ولا حاجه، لا ده فيديو بس فيديو والصوت والصوره ده حدث، كانوا القوات المسلحه مش يعني شرطه، لم يتم تقديم حد، كانوا بيغطوها ما كانوش بيعروها. لا الفيديو واضح جدا ان هم تم ضربها وتم تعريضها، واضح الفيديو مش واضح الحدث ده وغيرها كتير وتم الضرب. في اجابه سؤال حضرتك صحيح يعني قبل ما استمع الى اجابتك لسؤال سياده اللواء، طبعا بيتكلم الاخ ضياء، قد يكون الواقعه نفسها عامله له انفعال ومنفعل، انما هو كان عنده من الوسائل. ده متكرر قبل الثوره، كان عنده كان حدث معايا نفس الموضوع. فاضل لا لا اتفضل اتفضل سياده اللواء اتفضل. النهارده البلد كلها اتغيرت والفكر اتغير والشرطه قياداتها اتغيرت، وزير الداخليه راجل
يؤمن بالرأي والرأي الآخر، وراجل مخه كبير جدا ومخه أمني. واحدة سبدأ أن الدنيا تغير. نعم. قول لي حاجة واحدة سبدأ. أنت بتقول مفيش حد بيحاكم النهاردة، أنت عندك. أنا بنتمي لحزب جريدته كانت مغلقة في عهد مبارك وعادت وأغلق المجلس العسكري. أنا مهتم أسمع رد سيادة اللواء، وتحس أن هناك من يحاكم. طبعا. تفاصيل تفاصيل تكرم. إحنا عندنا 40 ضابط بيتحاكموا في قضايا قتل المتظاهرين، ومنهم لواءات كبار وخرجوا إلى المعاش. و و و و إزاي مفيش حد بيتحاكم؟ يعني يمكن ما تحدث عنه ضياء ان هناك انتهاكات حدثت بعد يوم 11 فبراير، وانا قلت لك قبل كده ان هناك في تحريات دقيقه وفي اجراءات بتتخذ ضد بعض الناس الذين تسببوا، اذا ثبت يقينا ان تتعلم جيدا ان كثير من هذه الفيديوهات بيتم صناعتها صناعه محليه وفبركتها واذاعتها على معظم المواقع، وده طبعا موضوع بيطلع الفيديو في نفس اليوم ده موضوع لازم كلنا نبقى عارفينه يا جماعه، كاميرات محموله لكل الناس. اتفضل. لازم كلنا نبقى عارفين هذا الكلام، مش اول مره نشوفه. طيب يا فندم، يعني حضرتك بتشكك في التهمات وجهت الى ضباط، بعضهم تم تصويره بالصوت والصوره، تشكك في هذه الفيديوهات في حين ان في اتهامات بتوجه نتيجه ان فلان قال ان هو سمع فلان ويتم بناء عليه استدعاء شخصيات. بشكك ليه؟ لان انا شفت حاجات هنا جايبينها بصوره وهنا جايبينها بمنظر وهنا جايبينها. سؤالي لحضرتك، حضرتك تحدثت ان هناك تحقيقات، يعني ربما حضرتك لديك معلومات احنا لا نعرفها. نحن لم نسمع ان هناك اشخاص تم توجيه اتهامات اليوم في انتهاكات تم توجيهها ضد مواطنين او ضد متظاهرين. رغم وجود اسمح لي يا استاذ ضياء يعني هل حضرتك لديك معلومات يمكن ان حضرتك تشاركنا فيها في هذه الجزئيه؟ مش انا بقول في عدد كبير من الضباط في القلوبيه وفي الجيزه في اكتوبر وفي القاهره، ازاي بقى 28 يناير ازاي بتتكلم على الضباط اللي كانوا في سيده زينب اللي كانوا بيتحكموا يا فندم؟ انا بسال حضرتك مره ثانيه عما حدث بعد 11 فبراير، هل هناك صور حضرتك شككت فيها؟ لكن هناك انتهاكات حدثت، في ناس ماتت، في مصابين، ولم نستمع ان احدهم تمت محاسبته. هل حضرتك لديك معلومه لا نعرفها؟ لا عن اسماء اشخاص بيحاسبوا الان ممكن. لا لا لا, لا مش عن اشخاص بيحاسبوا، انا لدي معلومه ان في تحقيقات جاريه في هذه المسائل. التحقيقات اللي حضرتك استشهدت بيها كلها تعود الى وقت الثوره الى ما قبل 11 فبراير. في تحقيقات جاريه وانا ما فيني من الاجابه على هذا السؤال. برجع مرة تانية للدكتور أيمن نور وبسأل حضرتك، هل في يعني الشخصيات اللي تم توجيه الاتهام إليها مع حضرتك الأستاذة نوارة نجم النشطة السياسية المعروفة، الشيخ مظهر شاهين، الدكتور ممدوح حمزة اللي هو الآخر تم منعه من السفر بخلاف العمل السياسي وبخلاف التواجد في الاحتجاجات المختلفة، هل هناك ما يربط بين حضراتكم وتم على أساس توجيه في دور معين مثلا كنتم او تنظيم ما، او يعني في اي شيء خيط اخر بيجمعكم غير النشاط السياسي على ارضيه الثوره؟ يعني والحقيقه لا يجمعنا تنظيم سياسي واحد، وما سبقش لينا ان احنا تقريبا التقينا الا في مناسبات عامه. انا بس عايز اقول دي دهشتي من اختيار الدكتور مظهر شاهين. هذا الرجل نموذج للعقل وللتهدئه، وانا برجو ساعات اللي هو يعني باتصالاته وعلاقاته تسأل عن دور دكتور مظهر شاهين في يوم محمد محمود. هذا الرجل فعلا تحمل ما لا يطيق بشر، وقف تحت سقف إطلاق النار ساعات طويلة عشان يفصل بين المتظاهرين وبين القوات، ويعمل مبادرات هنا ومبادرات هنا ومسائل حميدة هنا ومسائل حميدة هنا. رجل للعقل وللمصالحة. الرجل ده يتهم بالتحريض يعني؟ أنا مش فاهم. رجل عنده إمكانية للتحريض يقف في الجامع بتاعه فيه ربع مليون واحد بيصلوا قدامه في خطبته يحرض. تصوري بقى ان الراجل ده هيسيب ربع مليون دول ويقوم رايح مؤجر واحد ب50 جنيه عشان يقول له ارتكب العنف، اللي هو كل كلامه بيدعو العكس، شيء غير مفهوم. هل مظهر شاهين بيضرب لانه رجل عقل؟ هل مطلوب ان عندنا ناس انفعاليين مثلا او دعاة توتر؟ هذا الرجل اطفائي، راجل هو الحقيقة كمان ماشي. هناك تحقيق آخر يوجه للشيخ مظهر شاهين داخل وزارة الأوقاف. أنا بناشد السيد وزير الأوقاف دكتور القوس، بأي منطق حضرتك بتحقق مع الدكتور مظهر شاهين باعتباره لسه هيتحقق معاه في النيابة؟ معقولة كلام؟ لا الحقيقة مع مظهر شاهين أنا قريت حقيقة الجواب. ما أنا جاي كلام، هو القصة اللي أنت بتكلم فيها قصة التحريض دي قصة، وما يحقق معه بمعرفة وزارة الأوقاف هو موضوع كان برضه فيديو تم تصويره فوق سطح المسجد. لا 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 ده موضوع تاني. لا لا انا علمت انه بسبب استقباله للسلام موسى. لا هو حضرتك الجواب اصلا قريت الجواب حضرتك.
الجواب بيتكلم عن نقطتين، بيقول بشأن التحقيقات التي تجرى معه في مجلس الوزراء او حاجة وقت مجلس الوزراء، ده واحد. نمرة اتنين بشأن ترحيبه او عمل دعاية او ترويج لعمرو موسى في المسجد. مش هتكلم عن موضوع عمرو موسى، ان عندي حساسية من هذا الموضوع عشان ما يقالش ان، لا لكن هو سؤال، لكن سؤال اجمالا يعني هو لم يحدث. اذا كان الشيخ مظهر شاهين بيحاسب لانه استقبل السيد عمرو موسى، فان هناك العديد من او العشرات من العشرات يعني من الخطباء في مساجد تورطوا في الترويج لمرشحين في انتخابات مجلس الشعب مثلا. فهل تمت محاسبتهم؟ لا، كانوا بيدعوا لمبارك، ويعني ما علينا. لا يا استاذ منى، اللي احنا شفناه بعد اذن حضرتك. لا، هو بس عايز اوضح لك. طب انا هقول لك اللي انا اعرفه بقى. التحقيق مش في الواقعه بتاعه الفيديو. ايوه، واقعه الفيديو حكايه تتكلم عنها دي، هي دي فيها تحقيق. لا، دي ما فيهاش تحقيق. ليه بقى؟ لان الدكتور مظهر يبدا مسؤوليته في المسجد من بعد صلاه العصر. هذه الواقعه ان في ناس كسروا باب المسجد وطلعوا عملوا اي حاجه، عملوها مش مهم التفاصيل، الساعه 6 صباحا عملوا مصايب فوق. عملوا اللي عملوه ناس مجرمين، يعني ناس اي حد يكسر. هل باب امام المسجد مفترض ان هو بيامن المسجد يعني؟ حتى على الناس اللي بتقبض عليها هو مش لا هو الناس كانوا موجودين في المسجد. هو امام الجامع مش غفيره. يعني هو امام الجامع مش غفيره. امام الجامع مسؤول عن تواجده. هو تواجده بعد وقت عمله حضرتك الرسمي وفقا للاصل. انا رجعت الموضوع يعني واحد يطلع بعد صلاه العصر زي ما انت شفت كده يا بول على جام مسجد من فوق ونسيبه كده. ساعات اللي هو كلام غير مقبول وكلام نفس وناس مسكين ناس بيعذبوهم فوق، بيضربوهم ومعطتين حاطين بلاستر لاصق على. هل الشيخ مظهر شاهين نفسه مسؤول عن هذه الواقعه اللي حصلت؟ المسؤول عن هذا الامن يعني هو دور اللي يجيب بقى الامن فوق الناس دي فوق المسجد. هو يبلغ يخطب مين يعني؟ في ناس تعذب. هو بلغ الدكتور مظهر بقى. الاستاذه منى بتتكلم على الفيديوهات. انا شفت الفيديو ده. وانت اشمعنى الفيديو ده مش متزور بقى حضرتك؟ ما هو يلا بقول لك اهو، اشمعنى الفيديو ده مش متزور؟ مش احنا بنتكلم اهو والله يعني ده فيديو وحيد، اشمعنى ده مش متزور؟ لا هو ساعات لو بيقول ان هو متزور يعني عايز بس انا بقولش بقول مظهر انا مش لا انا بقول الدكتور مظهر بلغ مش كده. لا الدكتور مظهر بلغ زي ما انت بتتكلم عن الناس كلها بتشوف الحاجات دي مش واحد. بس حضرتك يعني المفارقه ان حضرتك كلما ظهر فيديو يتهم اي شخص ينتمي للشرطه او القوات المسلحه يبقى فيديو متزور، واي فيديو بيتكلم عن واقعه ثانيه ده يبقى هو ده الفيديو الحقيقي. يعني المساله برضو لا يعني يا اما نعتمد الفيديوهات كدليل. على فكره لا هو بيقول ان هم فبركوا فيديو فوق الجامع، والحقيقه ان في كلام حدث. هو بيقول ان حصل تعذيب قدام الجامع. بقول لك احتمال الفيديو حصل بالفيديو حقيقي مع الشيخ مظهر شهيد. لا حضرتك قد ايه بالظبط تناول الفيديو اللي هو اللي احنا كلنا شفناه. الله اعلم بقى ده فابريك ده مش متفبرك ده حقيقي. الله اعلم كله انت خلي بالك ان انا اللي بعرفه بقوله ده متفبرك. اللي انا قلت لي عليه قلت لها ده تحين ان ده فيديو وحيد متصور من زاويه. على كل الاحوال احنا مش بنناقش صدقيه فيديو او عدم صدقيته. ما نتحدث عنه في هذه الحلقه هو فكره الاتهامات التي تم توجيهها. هل يمكن وصفها بانها اتهامات سياسيه لمجرد انها استهدفت شخصيات سياسيه، ولا هي اتهامات جنائيه معتبره وعلى الذين وجهت اليهم هذه الاتهامات مواجهتها وتبرئه صحتهم ان كانوا ابرياء، او مواجهه اي قرارات قد تترتب عليها؟ طبعا هي اتهامات سياسيه، ويعني وهي الهدف منها تشويه يعني رموز الثوره سواء كانوا شباب او قيادات او غيره او كل الفاعلين داخل الثوره سواء دعوا قبل الثوره، بالذات الشخصيات اللي كان لها دور في التمهيد وفي الدعوه قبل الثوره، وده الهدف منها تشويهها قدام الراي العام ومحاوله تشويهها قدام الراي العام ومحاوله ترهيبها بشكل واضح، وتحاولت ايصال صوره للناس ان نظامنا متغير وان الوضع كما هو يعني لم يحدث في اي شيء. يعني الواقعه اللي كنت بقولها بالذات دي المجلس العسكري تحديدا في واقعه الفتاه هو طلع اعترف لانه اعتذر يعني، وحتى هذه اللحظه ما شفناش برضه. يعني في تقرير انا سمعته ان منظمه العفو تقريبا ان اللي تمت احالتهم ومحاكمتهم عسكريا في خلال السنه ديت خلال الثوره هم اكتر من اللي تم محاكمتهم خلال 30 سنه ساعه مبارك. يعني في حين مبارك بيحاكم محاكمه مدنيه عاديه ونجليه والعدلي وكل الناس، وفي حين النشطاء بيتم محاكمتهم محاكمه عسكريه. فين المحاكمه العسكريه دي بقى؟ علاء سيف بيحاكم محاكمه عسكريه. طيب. سؤالي هنا وبايجاز لسياده اللواء حسام دلوقتي، يعني اتهام شخصيات سياسيه حتى لو تعتبر محاكمات سياسيه، لماذا لم يتم التريث في توجيه في التمهيد وفي الدعوه قبل الثوره، وده الهدف منها تشويهها قدام الراي العام ومحاوله تشويهها قدام الراي العام ومحاوله ترهيبها بشكل واضح،
وتحاولت إيصال صورة للناس أن نظامنا متغير وأن الوضع كما هو يعني لم يحدث في أي شيء. يعني الواقع لسه كنت لسه بقولها أن بذات دي المجلس العسكري تحديدا في واقعة الفتاة هو طلع اعترف لأنه اعتذر يعني, وحتى هذه اللحظة ما شفناش برضه. يعني في تقرير أنا سمعته أن منظمة العفو تقريبا أن اللي تمت إحالتهم ومحاكمتهم عسكريا في خلال السنة دي خلال الثورة هم أكتر من اللي تم محاكمتهم خلال 30 سنة ساعة مبارك. يعني في حين مبارك بيحكم محاكمة مدنية عادية ونجليه والعدلي وكل الناس, وفي حين النشطاء بيتم محاكمتهم محاكمة عسكرية. فين المحاكمة العسكرية دي بقى؟ علاء سيف بيحكم محاكمة عسكرية. طيب. سؤالي هنا وبإيجاز لسيادة اللواء حسام دلوقتي, يعني اتهام شخصيات سياسية حتى لو تعتبر محاكمات سياسية, لماذا لم يتم التريث في توجيه هذه الاتهامات حتى على الأقل بناء أدلة محكمة تجعل الاتهام ما يستند إليه بحيث لا تبدو المسألة سياسية في ظل توقيتها والشخص المبدأ الموجود. القانوني يا أستاذ مولا بيقول إيه؟ أن المتهم بريء إلى أن تثبت الإدانة. مش معنى كلمة النسبة متهم يبقى هو رجل خلاص لصق به الاتهام أو ما أصبح جاني أو مجرم. اسمه ذكر, ما أي أنا وأنت ممكن أي حد يروح الاسم يعمل محضر ضدنا إن إحنا ضربناه أو تعدينا عليه أو ونستدعى كمتهمين نسأل في هذا الاتهام. إنما الفيصل إيه في النهاية بقى, فيصل في النهاية هذا الرجل حكم عليه ولا خد براءة ولا لم يحال الأمر إلى المحكمة أصلا من النيابة, هو كده الموضوع. فمش كل يعني قصة إذن يعني. سيادة اللواء يرى أن الأمر هو أمر عادي وأنه ينبغي اتهامات ينبغي التحقيق فيها, في حين يرى دكتور أيمن نور كما أوضح أنها إملاءات من جانب جهات معينة لأشخاص بعينهم والمقصود بها ترهيبهم سياسيا, وهو ما يتفق معه فيه أستاذ ضياء الصاوي أمين حزب شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية. هذه هي آراء ضيوفي في الاستوديو, فما هي آرائكم أنتم مشاهدين؟ بانتظار آرائكم وتعليقاتكم على صفحاتنا التفاعلية. أشكر ضيوفي لهذا اللقاء, أشكر الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد والمعارض المعروف, أشكر غد الثورة, وأشكر الأستاذ ضياء الصاوي أمين شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية, أشكر الأسام لاشين الخبير الاستراتيجي والأمني. شكرا لكم مشاهدينا, أنتقل بكم إلى الدوحة وموجز لأهم وآخر الأنباء, بعده تلتقيكم سوزان الجزامي وحلقة جديدة وموضوع آخر. أما أنا فأستودعكم الله, إلى اللقاء.